السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالمتابعين والمتابعات اللي كيتابعوا القناة ديال جميل كوزين. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة ان شاء الله. اليوم غادي نصاوب معكم شي فطائر اللي كيجيو زوينين بزاف ورطابين وفيهم واحد المذاق اللي هو زوين بزاف. كنتمنى تبقوا معايا في الفيديو حتى الاخير وتشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. دابا غادي ندوزو نصاوبو باش غادي نعمرو الفطائر ديالنا. غادي ندير نص ديال الكمية ديال البصلة، أدقق أزين البصل في غاري دميتا. غادي ندير نص ديال الثومة، أزين الكمية من غاري دانتي الشعب. ندير سطر ديال الدجاج مقطع هكا رقيق، أدقق وين تد معفوية زيت قسمو تزداد. ندير نص الكمية ديال القزبر معكنوس. غادي نجمع كل شيء في دقة واحدة. من بعد غادي ندير العطرية، ندير الملحة، معلقة صغيرة، معلقة ديال سكينجبير مع مراش، شويه ديال البزار غير شويه، ربع معلقه ديال البزار. واحد معلقه صغيره عامره مزيان ديال العطريه ديال الدجاج. دابا غادي ندير زيت الزيتون ديال الطياب، وغادي نديرو فوق النار باش يتشحر مزيان هذا الشيء كامل. خوك ديال العطريه النمار مشتواره، هذيك غزش تاع السير خمس سيم، هذه قرا مليح واش كيوم داقبو. بالنسبه للعمارة ديال الفطائر ديالي، نص غادي نديرهم بالصدر ديال الدجاج، نص غادي نديرهم باللحم المفروم. دابا غادي نكمل هذا الشيء اللي بقى. ندير البصله، ازين اطعمها سدماتو يا زيد، ازين اطعمها سكفته. غادي ندير الثومة هكا في الشعر. غادي ندير اللحم المفروم هكا كفتة. ندير القزبر معكنوس هكا القزبر معكنوس، شوية ديال الإبزار، الملحة، العطريه ديال اللحم. ما نديرش ما نستعملش ديال الدجاج، غادي نستعمل ديال اللحم. غادي ندير جوج معالق كبار صغار عفوا، غير شويه د سكينجبير ماشي بزاف. زيت الزيتون باش غادي نشحرو، زشنا الزيتون مزيان غنقرا طون اتقق رن تاع خمس سنين هذه قرا ليكم. دابا غادي نديرو فوق النار باش يتشحر، ما غادي نرجع معكم. عندي شويه ديال السبانخ، غادي نعملهم فهادي ديال الكفته ديال اللحم المفروم. ما غاديش نعملهم ديال الدجاج، غادي نعملهم فهادي ديال الكفته. وغادي ندير شويه متبر هاد الكربانيتا لي تنين الكفته تقبو دي تنين ويا الزيت. هي الحشوه ديالي راها طابت، دابا درتها فوق هذا الكاغط باش تنشف. ما خاصهاش تجي فيها المرقه بزاف ولا الزيت ولا شي حاجه، خاصها تجي ناشفه عليها. خاصنا نديروها فوق هذا الكاغط هذه حتى تنشف وتبرد مزيان، على خاطرها الخنشق سوج ضل خليطين وماره كيخص نجير شي غدا باش هذه يسمض مليح. هذه سوز شتني ضرماق اللي دايس حسه اديري توزغ مليح. صافي الخوات نجغسر تزغ مليح انسوج وين تعشتينا. دابا غادي نوجدو العجينه ديالنا. دابا غادي ندوزو الطريقه ديال العجينه باش غادي نديرو الفطائر ديالنا. عندي هنايا 220 ملل ديال الماء دافي، اريد 220
مليليتر مومان مروذان، 220 مليليتر ديال الحليب دافي، 220 مليليتر اوغين مروذة، جوج معالق ديال السكر، 2 طنجان السكر، معلقة ونص ديال الخميرة ديال الخبز، غنجيش دوزين ونتونو ماشتي، نص كاس ديال الزيت، أنا درت نص ديال زيت الزيتون، نص ديال الزيت العادية، غنشكل أزين الكاس نزجت. دايس زين نزجت من الزيتون، أزين نزجت باش مراتش، عشان 120 مليليتر، جوج الأبيض ديال البيض، 2 شمرار الدجاج. دابا غادي نبقاو نديرو الدقيق تدريجيا شوية بشوية حتى نحصلو على العجينة اللي بغينا. خو نقيم ندق ان شويت شويت غاسر انا فعشتيني غي نخصخصو ويتربو يقصح ويتربو يعظم. دابا غادي ندير جوج معالق ديال الملحة، جوج معالق صغار ديال القهوة مع الدقيق. خذ كخنين طنجين تمزيانين نتمجحت خمين غادي غنكغان صافي. دابا غادي نستمر نجمعو العجينه ديالنا حتى نحصلو على العجينه اللي بغينا. غنسي غي مو نجمع عشتين غسل نفخ واشتين انس. ها هي العجينه اللي خاصنا نحصلو عليها، تكون هكا رطبه وطريه ما تكونش قاصحه. خو اقي عشتي خصها اذا ما ضغيفون خصها يفغم ويعظم. دهنا شويه وينات الانايه الزيت سودي صاص قضيص عشتينو، دهن شويه هاد الانايه بالزيت من التحت باش ما تلتصقنيش العجينه من التحت. دابا غادي نزيدو عليها شويه الزيت من الفوق غير شويه. دابا خاصنا نحطوها فشي بلاصه تكون دافيه شويه باش تخمرنا بالزربه. خوت نصاص ديجا مشان شويه يحمى باش هذا مخصم دغيا. دابا مور التكوير ملي غادي نساليو التكوير ديال العجينه ديالنا خاصنا ديريكت نقرصوهم ما نخليهمش يختمروا مره ثانيه. خو اواني خميني غنكمر نقارص انت نغمرتي بولاطينه مني ديريكت خصوه نتجيبو غادي يسمى معاد ويسمى فاين صنغ ديريكت نبدا نقارص. ما خصناش نديرهم رقاقين بزاف، يكونوا شويه على هاد الشكل هذا باش ما يتقطعوش لحقاش العجينه رطبه. دابا نبقاو نهزو غادي نسبق الاول ديال الدجاج. خذ سي زاردم زواس ديني ويا زيت، من بعد غادي نجيب الجبن كما داير غادي ندير فوق الدجاج ونبقاو نسدو نشبرو هاد الجهه نسدو نسدوهم مزيان باش ما يتحلوناش في الفران. خوف مي خاص نطغيك الفرماج ني مش ميك فرماج وشا انت نبلع امو خاص انت نبلع مليح باش وضع مغاز منت بوض كفاران. هاد الشكل هذا. دابا غادي نجيب بلاطو ديال الفران فرشت فيه الورق الزبدة خويا ضفلات ويا وفران كنغدي ترشي قطع نبدي هذه السروسيون نبقى نحط البلاطو ديالي حتى نسالي. صافي دابا درنا الصفر ديال البيض مع الحليب. دابا غادي ندهنو الفطائر ديالنا. دابا راني شعلت الفران على 220 درجه
غادي يسخن مزيان، غادي ندخلهم الفران حتى يطيبوا، غادي نجبدهم ان شاء الله. خو قيق وينت ورق نينت الدجاج يقوقي، خلطت مليح، زيت دهن الفطائرينو، قصي الفران 220 درجه اللي يحمى مليح، نسيت فوق الفران خليني تضغط الصفره كما دابا ان شاء الله.